إلى ذلك أوضح تحالف الفتح أن الحوارات والاتصالات الدائرة في الوسط السياسي تصب بمصلحة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، حيث تجري بسلاسة وسهولة. وكشف النائب عن تحالف الفتح عامر أن كافة الكتل حصرت مطالبها منه باستثناء الكتل الكردية التي تحتاج مطالبها إلى حوارات موسعة بسبب المشاكل العالقة، مرجحا أن يتغلب الكاظمي على تلك المشاكل لأنه محاور جيد ويمتلك دبلوماسية في الحوار، مبينا أن الاتصالات تجري حتى الآن بسهولة وأريحية.